اليوم طبخة مكسيكية مثل ما تشوفون، دجاج، شي لذيذ وسهل. طبختنا اليوم جاية من مكسيكو، راح نسوي التشيكن كاسادية، سهلة وتصلح حق العشاء وجدا لذيذة. صدقوني إذا جوكم ضيوف وقالوا يبون تجربونها، سووا لهم هاي الطبخة جدا سهلة ولذيذة. يلا خلينا نبتدي. أول شي راح أضيف الزيت. في البداية راح أضيف على الزيت، ما راح أخليه يصير حار. من عقبها راح أضيف عليه البصل، ما بيكون يكون عندي واجد حار الزيت، بس انا مطول على درجة الحرارة. يذبل عندنا شوي، اضيف عليه الثوم، اخلطهم زين مع بعض هاي الشكل. من عقبها اضيف صدور الدجاج، والبهارات بتحصلونها في الديسكريبشن تحت. ممكن تستغنون عن صدور الدجاج، تستخدمون اي نوع من الدجاج اللي تحبونه غير الصدور، البارتس الثانيين، بس يكون منزوع العظم. بهاي الشكل تحمر عندنا ونشف عندي. من عقب ما ينشف راح اضيف عليه الفلفل البارد، يكون احمر واخضر، وممكن تضيفون عليه هالبينو اذا تحبون السبايسي. بهاي الشكل اخلطه مثل ما تشوفون، صح الالوان. عشان نطبخ الدجاج شوي اسرع راح استخدم الماي، وهم اشيل كل الكريسبينس اللي موجود في البان، يعطينا طعم ونكهة لذيذة. وهي طبخة يعني كلش سهلة، المكسيكان معظمهم يستخدمون هاي التكنيك. بعدين راح اخذ خبز التورتيلا اوزع فوق الجبن حسب الرغبة اللي احبه. انا حطيت انا الموزاريلا والشيدر، وزعتها بهاي الشكل، من عقبها اضيف عليه الدجاج كذي. اضيف الدجاج اوزعه، اضيف تكون كمية زينة، بس الجبن يكون اقل، ما نحط فيه واجد جبن يكون. وبس بهاي الشكل ناخذ الجبن شيدر والموزاريلا، نحط طبقتين، طبقة تحت وطبقة فوق، ونغطي بالترتلة، تصير بشكل بيتزا، ساندويتش بيتزا. نخليه يتحمر عندنا، قلبناها مثل ما تشوفون بهاي الشكل. عقب نقصصها الى 4 قطع، شوف شلون. الله، اتمنى عجبتكم هاي الحلقة، وعليكم بالف عافية.